زهرته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناة جاهز عدتك مع عبد عبدالله. بداية يا جماعة ياريت حضراتكم تتفرجوا على الفيديو ده وتعملوا لايك للفيديو، لأن إن شاء الله بأمر الله تعالى نحس النهاردة هيبقى يوم كويس. مبدأنا على ترعة النبرية نصطاد بعنب. طبعا احنا شرحنا العدة المستخدمة للصيد بالعنب أكتر من مرة، فعشان كده وطريقة التطعيم، فعشان كده هنوفر لحضراتكم الوقت. السبحة اهي متطعمة جاهزة زي ما قلت لحضراتكم، الميدور اهو عشان انا بطعم بسلك عشان الناس اللي مركزتش مع الميدور جامد. الميدور اهو، الميدور ده بيتباع في محلات ادوات الصيد. بتقفل الميدور بعد ما تعديه كده، الرصاصة تقيلة شوية علشان دفعت المية، وبتختار مكان كويس يكون مؤهل للبنية تسكن فيه، اللي هي الاماكن المكسرة تدوم منها، وبترمي وبتتوكل على الله. هنروح نرميها هناك يا رضا في الاخر. طبعا عفش ياما معدي، ما ترميش كده ولو فيها عفش، كميه عفش كده معديه، تستنى شويه لما بس تحس ان الايه الجو قدامك نظف كده، تتوكل على الله، اختار مكان زي ده كده بس كده. انا عايز حضرتك تلجم العود كده وتفتح الزنان يبقى مظبوط، وتحط له طوبه لجام زي دي عشان لو السمكه خدت ما تاخدش العود كله، طوبه الجام زي دي كده بس، ومتلجم من قدام. خليها على الله، ده قلنا يا جماعه ربنا يصلح لنا الحال ويصلح لكم الحال. اتفضلوا. الله يخليك يا حاج، النهارده هتفرج ايه معايا سمكه اهي. سمكه برضو؟ سمكه كبيره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج. سمكه كبيره. الشعره هو عندي الدوامه دي، انا عايز اطلعها بس من شوف العكس. Thank you.
زهر ده وحش، ده وحش وحش. انزل يا عيني. ايه يا عيني فتفخ؟ ايوه كده، خش فيها، خش. ايوه كده، ده حته وحش. دي بدر الصوره مع الحاج عبده عشان ايه؟ عشان عايز بدر نغلق. اللهم صل على صلاح. سمكه كبيره. نقول له صلاح مش لوحدك، صلاح حاج عبده. ازي حضرتك؟ تبعت لك قفقه بتاعتي. سمكه كبيره. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يخليك. اللهم صل على عليك يا خال. ده الحاج عبد الله اللي واقف ده، ده شرف لينا يا دكتور. ده حضرتك نورتنا. صلاه النبي، صلاه النبي. الله يغفر. استنى نضرب اكبر منين يعني؟ اه حطها في الارض يعني. الله يغفر. تعالى يا عم الحاج. الله يغفر. افرحها بقى، افرحها. لا افرحها بقى. الله اكبر، اللهم صل على النبي. خلي بالك، خد دلوقتك معايا، خد دلوقتك معايا. اللهم صل على النبي. طلع معاه؟ صلاة النبي عليه. قطعتها؟ قطعتها. الحمد لله رب العالمين. بارك الله في المرزة. حضراتكم شفتوا وحش اهو، سمكه بصراحه ربنا الله اكبر عليها. دي حاجه انا شفتها كل سنه بفضل الله. العود ده في عيدان بتبقى مرزقه كده، هي مش عمليه تفاؤل وتشاؤم، لا، بس في عيدان مرزقه. السنه اللي فاتت لو تفتكروا حضراتكم، الناس اللي اتفرجت على الفيديو بتاع البنيه بتاع السنه اللي فاتت، انا بفضل الله تعالى اكبر بنيه بتطلع كل سنه انا اللي باخدها وبالعود ده. يعني لو السنه اللي فاتت كانت بالعود ده، والسنه دي اللي خدتها النهارده ديت بالعود دي تقريبا هي اكبر بنيه طلعت السنه دي بفضل الله. يعني طبعا ده رزق يا جماعه وربنا بيبقى كاتبه، واللي ليه نصيب في حاجه بياخدها. ولكن انا شفت ملحوظه النهارده عايز اتكلم عليها، ويا ريت الراجل اللي هو عايز يتفرج على الفيديو يسمعها، يتفرج على الفيديو ما يزعلش مني، لان طبعا انا بقول له كده من منطلق ان انا بحبه والله وعايزه ما يضيعش السمك. طبعا كان في واحد قاعد جنبي ضرب سمكه بيتعامل معاها على انها شكاره. السمكه لها تعامل، كل الناس دلوقتي بقت صيادين، بس السمكه البنيه في النبريه السنه دي انت بتلجم العود وتسيبه وبتضرب نفسها وما تشدش العود. سبحان الله، تلاقيها واقفه كده اهو مفيش حركه. تيجي تتعامل معاها وانت بتتعامل معاها عشان تطلعها في الاول تحس انها شكاره، مفيش حاجه، مفيش شد، هي حاجه جايه معاك كده. ففي الوقت ده ما تخليهاش تضحك عليك، عشان لما تقرب من الشط هتروح واخده، زي اللي حصل معايا. حصلت مع الراجل، كان قافل الزنار. طبعا قافل الزنار راحت واخده الفرد، انا زعلت. وطبعا انا ما اقدرش اقول له العود. فيا ريت يا جماعه الناس اللي بتطلع للنبريه السنه دي تهتم بالسمكه شويه، لان السمكه بتضرب نفسها وبتحس انها وهي في نص الماء زي الشوال، انت بتكركر شوال كده مش مقاوم. اما بتيجي على البر بتخونه، فالناس تخلي بالها من الملحوظه دي. طبعا الفيديو ده انا متاكد ان انتوا هتستمتعوا بيه، ويا ريت الناس اللي مش مشتركه معانا في القناه تشترك معانا في القناه. دعم من حضراتكم لينا، ده بعد اذنكم، واللي يتفرج على الفيديو